بيربي المرأة بيربوا الأولاد. يا زلمة أنت مش لازم تكون ضابط بالجيش، أنت لازم تكون ضابط تحقيق بشي فرق أمن. ليش لا؟ شو عليك؟ كله منيح هيك، أنا بربي يا أخي. آه ولا طاسة باردة طاسة سخنة. آه طاسة باردة طاسة سخنة، هيك أنا بربي. على فكرة هي مو من عندي، هي مدرسة الآباء والأجداد. بقول لك إشي، أنا ما بحب هاي المدرسة. لا تربوا أولادكم كما رباكم آباؤكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. الله الله، ومشكلها كمان. شو رأيك تشيلنا من الاقتباسات وخليك انت بيلينين وهذا شكسبير وستالين، شيلنا من السيرة. شو أخبار سيلفو بلي؟ ومن السيرة كمان، وخليك بمدرستك. شو رأيك لعبك دك طاول دك مش دك، لأنه بدي دكك دك. آه محبوسة محبوسة، ايش بده يلعب الواحد معك؟ طبعا محبوسة. خف العصبية شوي. اخ يا حكيم اخ، ليش بايده الواحد ما يعصب؟ ايه طبعا بايده، بدك تلعب رياضة، تخفف منبهات، تنمي ورا ظهرك، ولا بتروح فيها بموت يعني. سلامة قلبك ما القصد، بس ضغط السكر هدول بيأذوا. يا ريتك طمنت اللي بالي يا حكيم وقلت اللي بموتوا. ابو فادي شو اتفقنا؟ اتفقنا زدت ورا ظهرك. ظهري لك كسرت لي ظهري هالبنت الكلب. طيب ليكي فيك تروحي معي لعند الدكتور؟ دكتور شو؟ دكتور نسائية. دكتور شو يعني؟ في شي؟ لا بس حاسة حالي مدري كيف وبدي اتأكد. لا عم تمزحي، لحقتوا بهالسرعة؟ هلأ هيك؟ بدل ما تفرحي لي عم تمسخري علي؟ لك والله ما عم بتمسخر، بس يعني سريعين كتير. ليكي ما رح أقول لك مبروك لحتى نتأكد، المسا باخذ لك موعد والله العظيم إذا قدرت لأروح معك. طيب مثل ما توقعنا سكرك مرتفع، هدول الأدوية ضغط وسكري، بدك تاخذهم بشكل يومي، تحافظ على طعامك، تخفف العصبية. على الأغلب فيني أقول مبروك، بس الأفضل تعملي لي هيك تحاليل وتراجعيني لما بتطلع النتيجة. الو الو، لك ردي قليل الادب. الو مين؟ ليك يا فادي عم حسرك، اوعى يخطر على بالك شي مره تحكي معها او تردي علي لهالمخطوبه. بسمتي بسمتي راح تشوفي شي بعمرك ما شفتي. خلص خلص. غريس كيفك؟ تمام حبيبتي، خير شو بصوتك؟ لا ما في شي، بس محروجة منك شوي. لازم تنحرجي بس تعملي فرق بيناتنا. ليكي أنا في عندي شوية تحاليل وروح على الدكتور، بس أنا ما بعرف كتير منيح بالشام، بدي إياكي تاخديني. طب حاج 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 تلفي وتدوري، خلص أنا بكرة كل نهاري معك. يعني فيك تمري تاخديني؟ طبعا بمر باخدك، بس على شرط بدي تعزميني على الفطور وتشربيني قهوة، بعدين منروح على الدكتور وعلى السوق، وبس يجي مشعل بالليل منتعشى سوا، شو رأيك؟ هاد صار مشروع سياحي. ايه بيلبق لنا ولا لا؟ بلا
طيب حبيبتي، هلا انت نامي وارتاحي وانا بكره بشوفك. بونوي. بونوي يا قلبي ادوما. باي. الو سعيد حبيبي، اشتقت لك. انا اشتقت لك كثير. لك شبك شبك، اذا متضايقه من صوتي بسكر. ها لا 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 لا، شو تسكر شو تسكر؟ انا ما بفكر. اشتقت لك، انا اشتقت لك. ايه خلص معناتها اهدي روقي، خلينا نعرف نحكي. حبيبي انا اشتقت لك يا عمري، انت يا حياتي، وانا اشتقت لك. يلا هانت هانت ان شاء الله. اخذت شقه كثير حلوه بنص موسكو، اسبوعين بتكوني عندي وبعمل لك احلى شهر عسل. عم تمزح؟ كيفك؟ طمنيني على البيت وعنك. كله تمام، بس انا عم يضيق خلقي بلاك. طيب قضي عند جريس، نامي عند جولييت، اذا بدك ببعث لك اهلي بيناموا عندك. شو هلا هاد اللي فهمته؟ انا ما في شيء بنسيني غيابك. يلا حبيبتي هانت هانت، مثل ما بدك، اسبوعين زمان بكوني عندي. يلا بدك شيء؟ دير بالك على حالك، بحبك. ماشي، انت كمان. عايدة، بقول لك ايش، انت وجولييت ايش رايكم تجوزكم انتم تنتين مع جريس؟ انت عم تحطينا قدام صراع الغريزه مع الذائقه الجماليه. بدي افسخك نصين. يبدو انه غريزه البقاء رح تطيح بالحس الجمالي. هذا المطلوب. انا اليوم ناوي احتفل بعايدة. ايش عيد ميلادك؟ لا هلا مرتك بتقلك. عنا مناسبتين، الاولى انه الخانم بكره مسافره على موسكو. صحيح. هذا شهر عسل متاخر. والثانيه خلينا نرفع كاسنا. رح اسمح لك هالمره، بس بعدين ممنوع مشان البيبي. فهمت. ولكم ايمتى حكتوا؟ تاكدتي؟ لك يا عيني، ان شاء الله الف مبروك، مو مبروك وحده. هلا بنبارك. الله يبارك فيكم، تسلموا لي، شو بحبكم، ناقصنا بس بدر وسعيد. الله يجيبهم بالسلامه. الو بدر حبيبي، اشتقت لك كثير، كلنا اشتقنا لك. امبارح بالسهرة استفقدنا لك كثير. اي طمني، عم يوصلوك الاكلات؟ طيب حبيبي، شو رايك نقول لسعيد ينزلك اجازة؟ خلص مثل ما بدك. اوكي ماشي، دير بالك على حالك. باي. وين كاني من الصباح؟ كنت بالسوق عم اجيب اغراض، وعملت قهوه وقلت بجيب فيك. ولا القهوه بتخت دلال ولا في مخطط؟ ايش؟ انتصرنا؟ حبيبتي هاي الحركه ما لها عنا احنا الفلسطينيين الا معنى واحد، شارة النصر. هلا قبل ما ننتصر في شيء ثاني لازم نسعى مشانه. الهيئة في بالك مؤامرة مش بس مخطط. هاتي اللي شوف. إذا بتضايق ما بحكي. فهمت، بدك نشوف دكتور. إذا فيها إحراج ننسى الموضوع. إحراج؟ أنا ما شرحت لك نظرية الكفاح الديموغرافي؟ لا. شلون هيك؟ حبيبتي احنا الفلسطينيين عنا واجب وطني كثرة الاولاد. بكره بنكون عند الدكتور.